كلما أكثر طالب العلم من الشذوذ في الآراء حتى فيما يتعلق بالفقه ما عاد يقبل قوله مستقبلا. ونحن لا نريد هذا، نريد أن يكثر طلاب العلم، نريد أن الناس ينتفعون. يعني لا تذهب أوقاتنا في الرد على فلان أو في الحديث عن فلان أو في الجواب عن ما ذكره فلان مما أدى به مما يخالف عليه عموم الناس، ما نريد هذا والله. نريد أن تكون الهمة والوقت والجهد لنا ولهم في تبين الحق للناس، لأن الأمة بحاجة مثل هذا الزمن. ولذلك في بعض الآثار ذكرت من علامات الساعة، لكن فيها ما فيها، أنا لما يتيسر لي لأني جمعتها ولكن لم يتيسر لي التحقيق في أسانيدها حقيقة، لكن يشم منها رائحة الضعف. لكن من حيث المعنى العام، سيأتي على هذه الأمة زمان أكثر ما يكون فيه كلامهم التلاوم، كل يلوم الآخر، هذا يلوم هذا وهذا يلوم هذا. نحن لا نريد هذا، نريد أن تكون الكلمة واحدة. إن اختلفنا في أمر يسوغ فيه الاجتهاد في الدليل الشرعي لا إشكال في ذلك، يعني هذا أمر لك دليلك ولي دليلي، إن اتفقنا وتوصلنا إلى أمر فبها. لكن أن تأتي للأصول وإذا بك تنخر فيها، أو تأتي ما عليه عموم الناس وتقول ما أنتم عليه باطل، ليس بصحيح. الله المستعان.